الرحمن الرحيم. أنا عايز أبدأ كلامي وأقول وما بكم من نعمة فمن الله. مصنع الخط الأزرق للسياج والإنشاءات المعدنية اتأسس سنة 2008، وده كان تطور طبيعي لخبراتنا وعملنا في مجال صناعة الحديد اللي بدأناها سنة 1992 بتأسيس أول مصنع اللي هو مصنع الوزبة للحديد. ونتيجة زيادة الطلب على منتجاتنا كان من الضروري جدا ان احنا نأسس مصنع جديد بتكنولوجيا اعلى وبكوادر وقدرات اكتر من مصنع الوزن. وبالتالي اعتبر مصنع الخط الازرق هو التطور الطبيعي لنشاطنا في مجال صناعة الحديد. المصنع طبعا اما جينا نأسس المصنع طبعا رعينا ان يكون فيه احدث تكنولوجيا ومعدات والات، وكان استثمارنا الحقيقي مش في الآلات والمعدات بس، وهو في الكوادر البشرية اللي بتعمل في المصنع. الكوادر البشرية من خلال استخدام كوادر بخبرات عالية وتدريب الكوادر دي بحيث انها تواكب التطور الحالي في مجال صناعة الحديد. طيب لو حبيت اتكلم عن منتجات المصنع، أولا المصنع بيشتغل في جميع أنواع الأعمال المعدنية، ما يخص الستيل ستراكشر، جميع الإنشاءات المعدنية، من أعمال المباني، المستودعات، الأسوار، كل ما يخص أعمال الحديد. طبعا الحديد بالنسبة لأعمال المباني المعدنية عندنا نوعين من المباني، هوت رولد وبيلت أب سيكشن. كمان جميع الأسوار، من أسوار المطارات والحدود، أي شيء يخص عمل الحديد. ونتيجة ان احنا كنا بنستخدم مواد خام من الخارج، وكان تطور طبيعي لنشاطنا ان احنا نزود خط ساندويتش بانل وسنجل سكين كلادينج بصفة عامة، يعني عشان نقدر ننفذ المشروع متكامل من A to Z. وكان انشاء مصنع ساندويتش بانل سنة 2009، والحمد لله وصلنا لإنتاج يومي عالي جدا، ويعتبر من أكبر معدلات الإنتاج على مستوى الدولة حاليا في الوقت الحالي. كان برضو تطور طبيعي لنشاطنا إن احنا عملنا مصنع شبك وواير وباربد واير وكونسرتينا، وبرضو ده كان امتداد وخدمة لمصنع الحديد عشان نوصل لدرجة من التكامل في كافة المنتجات، نقدر نحقق الطلب المتزايد والمتنامي بشكل مستمر على منتجاتنا في السوق، وكمان نقدر نحقق الجودة المطلوبة اللي برضو بتتطور يوم بعد يوم، والحمد لله احنا بنواكبها واكتر كمان في الوقت الحالي.